القاضي اهم العمليات اللي سجلتوها بالارقام والمناطق. اكيد اكيد باكبر قدر من الاختصار. لا شوف، احنا في اولويات وادبياتنا في البناء والتعمير كما قلت لك، احنا نقوموا بالسواء التهيئه الخارجيه، طرقات، الاناره العموميه. احنا في اطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحليه كنا قمنا ببعض العمليات، استبقنا الامر، قمنا ببعض العمليات نعطيها لك في عجاله. كنا عدنا تهيئه 162 مسكري في مزرعه الفياسة عيساوي بوزيان بحس الغله، عدنا تارقه اشغال طرقات زائد التهيئه الخارجيه لحوالي 350 مسكن ريفي بمزرعه توماس، عدنا التهيئه الخارجيه لوسط عين العلام، عدنا الانجاز الاناره العموميه سيدي ورياش دحمان، سيدي دحمان البراطله، عندنا الإنارة العمومية كذلك ولاد بن عياد غرماوي سيدي يخلف العربيان، هادو كاع فيه الهصا، عندنا طربان زوياش عيبة ولاد عزوز، هادو كاع دواوير كنا وصلنا لهم ودخلنا الإنارة العمومية ويعني استلمت المشاريع سي بون عام اوبيراسيونيل. نعم، حس الغله عندنا انجاز الإنارة العمومية بحس الغله والمجمعات الثانوية، المساعيد كذلك، والهصا كذلك، والهصا اخذت حصة الأسد لانها هي عباره عن مجموعه دواوير، هي متراميه الاطراف فيها دواوير، تكوين تاعها هي عباره عن دواوير، لذلك اخذت. عندنا ثاني المجمعات الثانويه تاع الحجيريه وراس الميدا وعين البيضاء. كاين كذلك هاد المشاريع اللي كنت تفرقت عليهم بحوالي بكلفه فقط 22 مليار سنتيم، يعني 22 مليار سنتيم. عندنا كذلك مشاريع يعني كانت طلبتهم وزارة البناء والتعمير، وزارة التعمير والهندسة المعمارية والبناء، كانت طلبت لنا إحصاءات باش تاخذها على عاتقها، هذه المشاريع مقترحة للتمويل من طرف وزارة السكن والتعمير والمدينة. بون حنا كنا بعثنا لهم يعني العمل والأماكن المقترحة وتلقينا تطمينات يعني مؤخرا باللي ان هذه العمليه ستسجل في العاجل القريب. نذكر لك عندنا تهيئه الطرقات في عين البيضاء بحمام بوحجر، تهيئه الطرقات في وراس المائده، تهيئه الطرقات في قريه الاشتراكيه مساعده بن ماديس بالمالح، تهيئه الطرقات زائد التهيئه الخارجيه بولاد جباره، الطرقات زائد تهيئه الاناره لدوار الشراقه بعين الاربعاء، الاناره العموميه مزرعه بن مداح سعيد عين الاربعاء، طرقات زائد زائد الاناره لدوار الخديده بتمزوغه، وتهيئه زائد طرقات دوار الحمادوش حس الغله، هذه كذلك مناطق ظل. وسوف ان شاء الله بعد هذا التمويل يعني والاجراءات الاداريه نباشروا العمل ويكون نوع من الارتقاء بالواقع المعيشي. هذه بشرى سكان هذه المناطق باللي راه جايتهم الطريق وحوالي يعني بمبلغ يناهز 30 مليار سنتيم، يعني بمبلغ يناهز 30 مليار سنتيم. واش راه باقي؟ مديرية التجهيزات مؤسسة نفطار حنايا الحماية المدنية، درنا زيارات مدنية باش نشوفوا هذه المناطق اللي راهي غير مزودة بشبكة الغاز الطبيعي واللي فيها مدارس، صديق سورتو المنشآت الإدارية العمومية كالمدارس كقاعات العلاج كمساجد، هادو كامل درنا إحصاء وكملنا هذه العملية هذه وأنا وجدنا قائمة اللي رايحين إن شاء الله ناخذوها بالإعتبار لتجهيزها لقارورات غاز البروبان بي 35. دونك رانا درناها، درنا مؤسسة الغاز، درنا ميم صدر العدد تاع كل مؤسسة شحال لازم لها. دونك هذا هو الحل البديل. وبصح هاد المناطق ما نقولوش صديق راح ينقصوها من الربط بالغاز الطبيعي، دراسة راهي مستمرة. هي لازم الناس تفهم علاش ما يقدرش يوصل لها دروع. نعم، هذه كاين أسباب موضوعية كما نقولوا خارجة عن نطاقنا، يعني أسباب متعلقة بال لا يبلغ عددها، ما يزيد ما يفوقش عددها فوق العشرة. هذه المناطق هي بعيدة جدا عن الشبكة الحية لنقل الغاز، فوالا، وعدد السكنات المتواجدة بها لا يفوق 120 مسكن. دونك هذا ما من الجهة التقنية ما تسمحلناش باش نسيو عليها نجدو منها فانستالي صديق مخفض محول لخفض ضغط الغاز. صديق كيما هي
يكلفوها شبكه نقل الغاز الطبيعي ما يسمح لناش، والعدد السكنات ما يخليناش صديق حاليا باش نجزو هذا الشبكه الغاز الطبيعي في هذه المناطق. الحل هو شبكه تاع البروفان. نعم صديق، قرارات غاز البروفان للتدفئه وكذلك للمطاعم هذا مكان، وكذلك التزويد المستمر بقرارات غاز البروفان. عندنا مؤسسة نفطار، عندنا مؤسستان خاصتين بالولاية اللي راهم يزودوا صديق بصفة مستمرة هذه المناطق. سي شعيب سعيد، قطاع الأشغال العمومية الآن بغيت نعرفوا الوضعية مستقبلا وين راح تمشي؟ راح نمشوا لشق طرقات جديدة ولا صيانة فقط الاكتفاء بالصيانة تاع الطرقات اللي راها عندنا الآن؟ ثاني باش نعرفوا نوعية الأشغال اللي هتنجز، خاطرش ممكن الناس تشوف الطريق الوطني منجز صح باسكو راه الناس قاعدة تفوت عليه، الناس تخدم عليه بصح، بلاصة بعيدة نديروا لها أي حاجة. نوعية الأشغال اسكو أيضا راها تعكس اهتمام الدولة والتعليمات رئيس الجمهورية للعناية الخاصة بمناطق الطائف؟ على عاتق ميزانية الدولة في إطار برنامج بي سي دي، مخططة البلدية للتنمية. ما يخص الصيانة، إلى وزارة المالية منذ 2007 تسجل عمليات قطاعية لفائدة الولايات انتهينا من الأشغال تاعها. ما يخص بلدية والهاصة، كذلك انتهينا من إنجاز طريق الرابط ما بين طريق الولائي رقم 1 وطريق تلمايا، واللي يربط مع سوق الاثنين على طول 9 كيلومتر. نجزنا طريق المدادحة وطريق ولاد بوزيان والطريق المؤدي إلى قرية سيقة. بلدية سيدي ورياش نجزنا طريق براطلة وانتهينا منه، ونحن في طور إعداد الصفقة تاع دوار سيدي دحمان. احكي لي شوية الطرقات باش مسيتها العملية تاع الصيانة إذا كانت ما تمشيش معها السيارة، كانت مبتدئة وكانت الاقتراحات بالتشاور مع رؤساء البلديات معي. دوار واد الصباح قمنا بصيانة الطريق المؤدي إلى الرعايدة، نجزنا رايح ولا رانا ننجز نحن في بصدد الانتهاء من جسر سيدي بالهدان، زناخرة خشيعية ودوار حمية. سعيده